ورحمة الله تعالى وبركاته. أول تحية نبعثها لبناتنا ونسائنا وأخواتنا الواقفات المرابطات على الأبواب، واللي أصبح والحمد لله من أجل المسجد الأقصى المبارك الواحد منهم بتسوى 1000 رجل ترعب هؤلاء. الله أكبر. عادة بطلبونا للمكاتب رجال المخابرات اللي قسم من وجوه مألوفة، وهناك بيسألونا ومنجاوبهم. جيد أنكم جئتم لتسمعوننا. وقائد لواء شرطة القدس برضو باللي منقرأ بالجمعتين الفاتات عن الاستقالات ورايحة وجاية، وجهه برضو موجود بيننا. نقول لهم هذا المسجد الأقصى المبارك لنا ولنا وحدنا، بالعامية بالعرب الفصيح. بدكم تقتلوا 350,000 مقدسي، جيد. 1.5 مليون فلسطيني من الداخل، جيد. 13 مليون فلسطيني ستجهزون عليهم، جيد. 400 مليون عربي ستطلقون عليهم قلب نووي، جيد. 1500 مليون مسلم سيلاحقكم إلى يوم الدين. الله أكبر. لن يفرطوا في المسجد الأقصى المبارك أبدا. لذلك والله هذا ليس مؤتمر صحفي ولا لقاء خطابي، بس أنا أقول لكم أيها الضباط الجنود الذين تقمعون وتضربون، اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، ولكن يبدو أنكم لا تقرؤون. وإذا نصحتم أنتم لا تحبون الناصحين، لا تحبون الناصحين. نصيحتنا لكم تقول: الصليبيون مكثوا هنا 90 سنة، 90 سنة، ورحلوا. أنتم هنا منذ 67 سنة، سترحلون. إذا كان نتنياهو ووزير الأمن الداخلي إسحاق أهرانوفيتش يهدد بإغلاق المسجد أمام المسلمين، يقول كما أغلق أمام اليهود يوم الأحد، وكأنه موازاة بالتساوي، مثلنا مثلهم، لهم حق ولنا حق، من أين حقكم الزعوم هذا؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمد لا حق لكم في هذا المسجد. ولذلك الله أكبر. احنا بكل وضوح وصراحة نحن لا نملك لا رصاص ولا دبابات ولا طيارات ولا نملك شيء، انتم تملكون هذا كله، ولكن لا تملكون الحق واليقين الذي في داخلنا، الذي فيه هذا المسجد كان من لدن آدم وسيظل الى يوم الدين مسجدا اسلاميا خالصا. يا جماعة ما يغركوا السيسي وغيره وغيراته واللي حواليته. والله إن أجيالا في مصر تتوثب، وفي شام العز تتوثب، وفي عراق الخير تتوثب، وفي كل أرجاء الوطن العربي والإسلامي تتوثب، وفي القدس. فأين المفر؟ السلام عليكم ورحمة الله.
Yeah.